ولا قادرة إني منه أرجع، ولا عارفة حتى نهايته إيه. طريقي ولازم أمشي فيه، مفروض عليا ومفروض عليه. لا أنا قادرة إني منه أرجع، ولا عارفة حتى نهايته إيه. يهزمني هو مرة وأبكي. أنا جيت أهل البيت يا دليلة. سي محمود الحمد لله على السلامة، نورت البيت. الله يسلمك يا زينب. الجماعة يا دوبك لسه داخلين على السفرة، هات دي وادخل اتغدى معاهم، أنا عاملة لك كل الأكل اللي أنت بتحبه. تسلم لي إيديكي. تسلم لي أنت، أمال إيه ده أنت بتيجي كل فين وفين؟ كويس إنك فاكرة إني جاي وطبخان الأكل اللي بحبه، وهو مش قادرين يستنوا إن إحنا نتغدى سوا. ده لو عبد الناصر بذات نفسه اللي جاي يتغدى عندنا، الست هدى هنا عمرها ما هتغير ميعاد الغدا. مش قادرين تستنوا لما نتغدى سوا؟ ولا انتوا ناسيين ان انا جاي النهارده من اساسه؟ في حاجه اسمها مساء الخير الاول، وقبلها تبقى تخبط الباب قبل ما تدخل. الحمد لله على السلامه حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. مش المفروض الناس تسلم على بعضها واحنا بناكل؟ معلش يا ماما هبوظ لك الاتيكيت النهارده. النهارده بس؟ انت مبوظه على طول يا حوده. كفايه انت محافظ عليها بقى. قله الادب دي. في اخ يقول لاخوك كده؟ لا لو سمحت يا ماما ما تدخليش بيني وبين اخويا.
والله من مصلحتك انها تتدخل عشان مقوم اكلك على الاقل حد يقوش عنك. فين دليلة؟ انت هتقعد تاكل معانا بتراب السفر؟ على الاقل روح اغسل ايدك ووشك. حاضر يا ماما. فين دليلة؟ ده محبوس في اوضه الفنان. ليه يا ماما؟ بنت قلة الادب لازم تتعاقب. امرك يا هدى هان. تحطي سيرفيس لمحمود بيه. حاضر. ما تحطيش حاجه يا زينب هانم. ايه مش هتاكل؟ مش هاكل غير مع اختي. يبقى هتموت من الجوع. هطلع انزل من عليا تراب السفر. احسن اتعاقب انا كمان وادخل اوضه الفيران. والله ما خلفت غير سيد. جوتام ماما جوتام. وانا ماما. ربنا يخليهولك. يا لهوي يا سي محمود، هدومك اللي بترجع بيها من الشغل دي ما بتبقاش عايزه تتغسل، دي بتبقى عايزه تترمي في الزباله. اعمل ايه يعني يا زينب؟ هدوم بلبسها في الصحراء بقعد بيها حوالي يجي شهر. بعدين يا ستي لو مضايقاكي قوي سيبها لي انا اغسلها. طب مالك بس؟ هين عليا انزل اكسر باب اوضه الفيران دوت واخرج دليله. احنا خلاص كبرنا على الكلام دوت. يا حبسها بقالها قد ايه؟ من امبارح بالليل. ده لو مرات ابوها مش هتعمل فيها كده. ايه بقى الجريمه الفظيعه اللي عملتها دليله عشان تتعاقب؟ لا الصراحه المواد العامله كانت تقيله قوي. ده هدى هانم اول لما عرفت كانت هتطب ساكته. عملت ايه يعني؟ اصل امبارح كان فرح البت صباح بنت ناظر عزبه الملايحه، ده عمل لها ليله مغنواتيه بقى وغوازي ودبح لها الدبايح. اصلها الحيله يا سي محمود. زينب دليل عملت ايه؟ ما هي العامله كانت في الفرح امبارح، الست هدى هانم طبعا قرفت تروح تجامل وتعمل الحركات دي في البلدي بتاعت الفلاحين دي. اكيد طبعا. انما سي سالم راجل وصاحب واجب، راح جامل ونقط كمان. دليلة بقى عملت ايه؟ دليلة شبتت في سي سالم، فست هدى هانم راحت مطلعه فرمان اللي يروح معاه الفرح سي سيد عشان هو الراجل. قومي يا دليلة سهيها واعملي داخلة تنامي وخش البسي وتشيكي وخلي سي سيد وسي سالم خارجين رايحين الفرح وهوب نطي من البلكونة على كتف سي سالم. راح طبعا ثابت عليه راح واخدها وراح غمس سي سيد بجنيه صحيح كده عشان ما يروحش يغمز لهم وهي بتزغطه اخر الليل. واكيد البغل راح قال ان هي راحت معاهم. يا ريتها جت على قد المروحه وبس. ده ست دليله من ساعه ما راحت الفرح لحد ما روحت ما نزلتش من على المسرح. وهاتك يا غنى دي غنت حلوه حلاوه يا ريتك كنت موجود. واكيد طبعا راح قال كل حاجه بالتفصيل. قال لها كل حاجه؟ ده حكى لها غنت ايه غنوه غنوه. واطي استنى يا سي سيد. ايه ايه؟ بقى على فين؟ هتاكل عليا البريزه ولا ايه؟ يا عمري كان طريق حاجه عبرادي؟ يوه ياما ده انت تاكل مال النبي. تصدق انت غفير زنخ. انا لو زنخ كنت دخلت قلت لهانم امك على الواد عوض الحرامي اللي جاي يسال عنك. لا يا ده انت بتعملها بلوشي يا ابني. لا مش بلوشي ببريزه. امسك لا تجيب لي المشاش وتحطه في عينيك. تعال امشي قدام امشي قدام. شايف؟ شايف روح امك هديك جربت لي بريزه مش كنت لعبت بيها دلوقتي كان زمانك 6 جنيه هات مش عليك من الجيش تاني مش عليك من الجيش تاني ابدا هوني لو ما كنتش انا اللي جيت كان عليه هو اللي هيجيلك كنت هتبقى مبسوط بقى لما تلاقيه واقف قدام الست ووالدتك بيطلب منها الفلوس اللي عليك يا نهار اسود طب عليا زي القدر مستعجل ما كنتش عارف اعمل ايه لولا اني وعدتك انت عارف وعد عوض قلت له الساعه 10 بالدقيقه يا سيد هيبقى عندك في القهوه ومعاه ال 15 جنيه والله طول عمري بقول عليك اجدع واحد في الصحابه دي عوض أنا ما انا كنت لسه معورك في باريزا يا قلق يا رب بهزر معاك يا رب بهزر معاك طب خليك عارف بقى ان علاوة ما بيهزرش الساعة 10 بالدقيقة لو ما لقاكش على القهوة بالفلوس 10 و5 هتلاقيه هنا مش لوحده معاه الطبل والزمر غير العلقة اللي هيديها لك طيب خلاص ماشي ان شاء الله على 9 ونص 10 كده على القهوة ويكون جبت له فلوس يلا اتكلم طب بقول لك ما تشوف لي كده معاك نص جنيه يا ده ايه الكلام اللي انت فيها دي يا ده ما انا مش هتعتع من هنا قبل ما اخد النص جنيه انت عيش بارد وتموت تلم امسك امسك ايه دي؟ ده نص المبلغ مش عايزه هات خلاص هات اهو احسن من عينيك سلوى ايه ده؟ ايه ده؟ مالي اليوم احلو فجأة كده ليه؟ ازيك يا سلوى؟ ازيك يا سيد؟ هي دليلة كويسة؟ كويسة الحمد لله هي جوه اهي اصلها ما جاتش المدرسة النهاردة قلقت لا تكون عيانة ولا حاجة قلت اطمن عليها يا بختها طب اخد دليلة ملوش يعني نفس حاجة زي القمر زي كده تسأل عنه؟ ما انا شايفاك كويس اهو قدامي يا سيد هيبقى كويس لما شفتك بس طب ما دام دليله كويسه يعني ما جاتش المدرسه ليه؟ ده حتى كان في امتحان مهم اديك هتسقط كالعاده يعني يا سلوى انت لازم تخليها تشد حيلها يا سيد مش معقول اعديها السنه الجايه كمان مش كفايه حصل طاوي اكبر مني بثلاث سنين ما
بصي طول ما في دماغها المغنى والهبل ده عمرها ما هتفلح. طب هي المغنى واكل دماغها، انت بقى ما كملتش ليه؟ انا ما دخلتش الجامعه بمزاجي على فكره، أبويا كبر يا سلوى، وأنا قلت أشيل عنه يعني وأدير أنا أمور المزرعة والبيت وخلي محمود يكمل، أخ كبير بقى يا ست. ما هو ما تزعلش مني يا سيد، دليلة ما بتتكلمش، مفيش سيرة على لسانها غير محمود اللي دخل الكلية وبقى مهندس. عشان تافه زيها. طب اتفضلي، المهندس بيعمل إيه؟ بيقعد بالشهر في الصحراء، بيعمل إيه؟ بيحرس مخازن جوز خالتي، غفير يعني، لكن أنا بقى في البيت والأرض الكل في الكل. نبي يا سلوى اسكتي، أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي بس. طيب أنا هدخل لها بقى. لا داخلة فين؟ دي في أوضة الفيران. ليه؟ عملت إيه؟ عملت عاملة منيلة. تعالي أوصلك البيت وأحكي لك. لا خلاص بقى أنا هروح لوحدي، مفيش داعي. إيه الكلام ده؟ طب لو حد عكسك ولا ضايقك ده أنا ممكن أقتله. هو أنتِ باباكي هنا ولا في اسكندرية؟ في اسكندرية عنده محكمة. قول لي بقى دليلة عملت إيه؟ أنتِ عارفة إن إمبارح كان فرح بنت نظر عزبة الملايحة. دليلة بقى يا ستي صاحت ماما وقامت مطرحة الفرح. الله يا دليلة، صوتك وحشني يا بت. الحمد لله على السلامة. صدق أنا ما كنتش شايلة أهم حاجة في حبستي السودة دي غير إني مش هكون في استقبالك لما تيجي يا حبيبي. يا حبيبي ده ما حطش لقمة في جوفه لما عرف إنك محبوس. كان لازم تيجي تسمعني امبارح وأنا ملعلعها بفرح البت صباحي عود. البت زينب حكت لي أختك امبارح كانت نجمة. نجمة في سماء الطرب يقعد يا حودة. أختي نجمة من يومها يا بنتي. آه واستكوا هنا في البحيرة. انما والله العظيم وانا بغني امبارح شفت نفسي نجمه بجد. نجمه جماهيرها بالملايين وحفلاتها تذاكرها متباعه من قبل ما يفتحوا شباك التذاكر، واغانيها بتتذاع في كل الاذاعات، وافلامها الناس واقفه عليها طوابير طوابير. بس امك لازم تفهم ان هي لو شنقتني مش حبستني بس، لا هي ولا اطول منها هيقدروا يمنعوني من اني اغني. أنا مش هيمنعني من الغنى إلا الموت. بعد الشر عليكي يا حبيبتي. وحتى لو موت هغني للمدفونين معايا تحت الأرض كمان. طب سمعيني حاجة من اللي غنيتيهم امبارح في الفرح. بس لو ما كنتش تحلف. يا عشاق النبي صلوا على جماله، دي عروسة البيت تعالوا بنا نسندها له، ادي نور جمالها اهو هل لله يا هني للي نور عارفه يا سلوى. انا حاسس ان اكتر واحد محظوظ في البلد كلها انا الوحيد اللي شايف بدرين، بدر في السماء وبدر قاعد جنبي والبدر اللي جنبي ممكن امد ايدي والمسه كمان. انا لازم امشي دلوقتي، بابا لو اتصل من اسكندريه وما لقانيش هتبقى مشكله. ما بحسش بالوقت وانا جنبك، معلش انا اصلا المفروض اكون في مقر الجمعيه من بدري قوي. الجمعيه الزراعيه؟ لا زراعيه ايه، الجمعيه الخيريه لمساعده الفقراء. هو انا ما قلتلكيش اني مندوب الجمعيه هنا في البلد؟ لا دي جمعيه ايه دي؟ الجمعيه كده بتجمع تبرعات. الحمد لله الحمد لله ربنا اكرمني وقدرت اجمع مبلغ محترم. المفروض اروح القهوه عشان اقابل مندوب الجمعيه عشان ياخد مني الفلوس. بس ما تقوليش لحد موضوع الجمعيه ده ونشاطها بالذات دليله. حاضر مش هجيب سيره لحد، بس ليه؟ الخير في السر صعب واكبر، وانا ما بقولش عن نفسي اي حاجه تخصني الا انت. مش عارف ليه مش عارف اخبر عنك حاجه. كلامك بيفرحني قوي يا سيد. عشان من قلبي يا صلاه. مش عايز تبرع للجمعيه؟
الو سعاد، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي طاهر والولاد؟ طب الحمد لله. لا طبعا انسى ازاي، فاكره يوم الاثنين الجاي كل سنه وانت طيبه ان شاء الله. انت بس سوقي دلالك على طاهر وخليه يمد اجازه محمود لغايه شم النسيم. والله محمود بيبقى عايز يشوف ولاد خالته ويشوفك طبعا. لا والله طبعا مش هنسى. 7 الصبح ان شاء الله هنكون عندك. باي باي. ايه خير؟ كل فين 7 الصبح كده ان شاء الله؟ عند اختي سعاد في المنتزه يوم شم النسيم. وانت كده بتقولي من نفسك حاضر هنروح؟ مش تساليني اذا كنت فاضي وعايز اروح ولا لا؟ اديني قلت لك فضي نفسك يومها وحضر لهم كده شويه خضار وفاكهه وفسيخ ورنجه، انت عارف طاهر بيحب الحاجات اللي انت بتجيبها. مش عارف يا هدى، قعدت طاهر وزوجتك دي دمها تقيل على قلبي ليه؟ يا سالم دول اهلي اللي بشوفهم الموسم للموسم. بس احنا عمرنا ما عزمناهم وجم. انت بتزهقش من المناقشه دي كل عزومه؟ هنروح؟ يعني هنروح يا سالم؟ حاضر. اقول لك ايه؟ قفلت يا ابن عزيزه الهبله، عد الورقه حرامي. انت خمن في نقشات يا سيد، وبعدين ايه يا عزيزه الهبله دي؟ برضه هتدفع يعني هتدفع يا ابن الهبله. واحد حلم وشوش انا على ابن عزيزه الهبله. وليك نفسي تلعب يا سيد؟ طب ادفع اللي انت خسرانه قبل كده لو. محدش يقدر يكسر نفسي عليه، بلعب وبكسب. وليك شوق، انزل اتغلب انت كمان لو حابب. ما دام حسك طلع يبقى هتسدد. امسك عليوه. ده 10 جنيه. ما انا عارف شكلها عليوه مالك. هو الدين كان كام يا حرامي؟ 15. بقول لك ايه عليوه؟ مكسبك هتاخده اخر اللعب. ولا بقول لك ايه؟ بدون مكسبك انت كمان. قوم له يا ابن عزيزه. ما تقومش يا ابن عزيزه. اسمع. انت هتدفع اللي عليك دلوقتي. والا هروح على ابوك سالم به الالفي عين اعيان البلد واقول له ادفع عن البكر اللي خسره في الجمار. روح له مش هيدفع لك حاجه. مهنمك بقى للمشوار وترجع افجر يقمر عيش. واي حد هنا في البلد هيفكر يطلع على بيت سالم الالفي من غير ما ياخد اذني هكسر له رجله. هلا. انت بتبلطج علينا بامارتي غياله. وبعدين يعني فاتح حسك على الرجاله في القهوه؟ ادفع اللي عليك الاول. بقول لك ايه يا ليوه، بلاش شغل كتير. مكسبك هتاخده اخر القعده بقول لك، او بكره بالكتير. طب ما تميل على المحروسه اختك الصغيره. خدهم منها. اكيد عملت يغمه حلوه قوي من بعد النقطه بتاعت فرح امبارح. هما مش برضو نجاتوها بعد ما حيت ليله امبارح؟ زي ما نجاتوا الغوازي. ليوه! اوعى تجيب ست اختي على لسانك بدل ما تضحك زي الدبيحه هنا. تصدق؟ ايه ده سيد؟ انت غلطت يا سيد. واني بقى هعلمك ما تغلطهاش تاني. بابا. ايه؟ هو انت هتسيب دليل بات النهارده كمان في اوضه الفيران؟ وانا ايه اللي كان في ايدي اعمله وما عملتوش يا محمود؟ اللي ما بتعمله معاه ده حرام. والاحرم منه هو سكوتك. مسألة تربيتكم دي يا ابني طول عمرها مسؤولية مامتكم. وحضرتك بقى شايف ان دي طريقه صح. بابا مين اللي حببنا في المزيكا؟ مش انت؟ مين اللي خلى دليله تلعب عود؟ هو انت. يبقى حرام تتحرم من حاجه هي اصلا ما هو فيها ومزروعه وجوانا من واحنا عيال صغيرين. وانا غلطت زمان لما سبته يحببها في الغنى وقررت الحق اصلح غلطتي واصلحها. ايه المشكله ان هي تحب الغنى وتبقى عايزه تغني؟ أنا اتربيت طول عمري أنا وأهلي اللي هم جدودك على إن المغنواتية دول ناس بيجوا يسلونا ويقبضوا تمن الشغل اللي بيعملوه وخلاص على كده. نظرة كلها تعالي وطبقية لناس هم بني آدمين زيهم زيك بالظبط. ربنا ما خلقكوش أحسن منهم في حاجة، بالعكس ربنا إداهم موهبة وقبول عمرهم ما يبقوا عندكم مهما حاولتوا. ثم إن نظرة ستي وجدي الباشا دولت اللي عمري ما شفتهم اتمحت، ما بقاش لها وجود في الدنيا. وبعدين مش هما دولت اللي بصوا برضه لبابا نفس النظره بتعالي جدا؟
وقطعوكي لما قررت تتجوزي غصب عنهم؟ ليه بتحللي نفسك انك تعيشي حياتك زي ما انت عايزه؟ وتحرمي داليا من ان هي تحقق حلمها؟ عشان ما تندمش بعد فوات الاوان وتكتشف ان قرارها كان غلطه وخلاص ما بقاش ينفع تتصلح. ارتحت؟ خرجت اختك كده من اوضه الفيران ولا هيكت امك علينا بالكلمتين دول وخلاص؟ مش هتقولي بقى اللي حصل يا سيد؟ ثلاثة متفتنين مش باين من وشوشهم غير عينيهم بس، فضلوا ماشيين ورايا، وأول ما دخلت الشارع الضلمة اللي جنب القهوة عملوا حواليا دايرة، واحد فيهم قال لي طلع اللي في جيبك، معرفش بقى عارف إن معايا فلوس التبرع ولا جت معاه كده ولا إيه، المهم رفضت، قرب مني أنت بتديله البنية في وشه وكونته، صحابه شافوا كده ضيقوا عليا الدايرة، ضربتهم في الأول طبعًا. بس بقى كتر تغلب الشجاعة. واحد فيهم سهاني وهجم عليا من ظهري وقعني. كان كل همي ان هم ما يسرقوش فلوس الناس الغلابة اللي معايا. بس للأسف سرقوني واتكتروا عليا. ما عرفتش أروح أقول إيه لمندوب الجمعية. هقول له إيه؟ سرقت ونشحت كده. معلش يا سيد فداك. فداك إزاي بس يا سلوى؟ إيه لو كان فلوسي ما كانش همني. بس دي فلوس ناس غلابة. طيب انا محوشه 12 جنيه هدخل اجيبهم لك. طب انت ذنبك ايه؟ ده انت لوحدك دافع 10 جنيه في 120 جنيه اللي سرقوه. 120 جنيه؟ انا ما كنتش فاكره ان المبلغ كبير قوي كده. وانا ما بقولش لحد عشان اقول لك ان الصرف السر اكتر كتير. انا اسفه يا سيد. انا اللي اسف. بس انا بجد ما يجيش غيرك اشتكي له همي. سلوى هم 12 جنيه بس اللي معاكي؟ جوز خالتك وافق ان يديلك اجازتك لغايه يوم الاثنين، يعني ان شاء الله تقضي معانا شم النسيم وتروح شغلك يوم الثالث. وانا مش عاوز امد اجازتي وما بحبش اروح عندهم. ولا ابوك بيحب يروح ولا اختك بتحب تروح، بس هنروح كلنا لانهم اهلي، يعني اهلكم، وما برضو يعني ناس يشرفوا. وما تنساش اني لما طلبت منه وظيفه ليك الراجل وافق وما تاخرش. شغلني امين مخازن في الصحراء في مطروح وانا مهندس، وهو عنده شركه هندسيه كبيره مليانه مهندسين. لا ما تتقالش كده، لكن يتقال انه عارف يطلعك من فتره الاستدعاء بعد ما خلصت جيشك، مع ان كل زمايلك لسه ظباط وعساكر لغايه دلوقتي، وادالك وظيفة في الوقت اللي فيه ناس كتير جدا بتترفض من شغلها. ومين قال لحضرتك ان انا عاوز كده؟ الله، ما انت يا محمود اللي وافقت تشتغل عنده. اشتغل في الشركة مش في المخزن. يا حبيبي ما هو قال لك، هو عايز ينقلك في كل اقسام الشركة عشان تعرف الشغل ماشي ازاي قبل ما تتنقل عنده في الشركة. وانا بقالي 6 شهور شغال هناك، وعرفت اعد البضاعة كويس، وبشوف ايه اللي بيزيد وايه اللي بينقص. وانا اتعلمت العد من وانا في ابتدائي. ما انا قلت لك 100 مرة. اتقرب من بنت خالتك. خليها تحبك، تتعلق بيك، عشان لما تروح تطلبها من ابوها يوافق ويرقيك. وانا عمري ما هتجوز بالاسلوب الرخيص ده. انت عارف بنت خالتك دي بتقدم لها كام عريس كل يوم؟ واقل واحد فيهم ضفره برقبتك وبرقبه عيله ابوك كلها. من يوم ما وعيت على الدنيا وانت طول الوقت بتقلل من عيله ابويا وبتحتقريهم. اتجوزت لي من الاول طول ما انت شايفاه ان هو مش قد المقام. ما انا قلت لك قبل كده انها غلطه. غلطه انت غلطتيها. بتدفعين احنا تمنها ليه؟ انا لو عايزه ادفعكم تمنها كنت اخدتكم ورجعت لبابا الله يرحمه قبل ما يموت وهو متبري مني.
كنت حوطي على رجله ابوسها واقول له يسامحني، وكان هيسامحني. بس ساعتها انتوا فعلا اللي كنتوا هتدفعوا الثمن، لان عمركم ما كنتوا هتشوفوا ابوكوا تاني. يا ماما بابا بيحبك بجد، طول الوقت بيعمل مستحيل عشان يرضيكي، وانت محساه انك عملتي اعظم تنازل في الدنيا يوم ما اتجوزتيه. يبقى مين بقى اللي غلطان؟ بكره يا حبيبي لما تتجوز هتعرف ان الجواز مش حب وبس. يعني حضرتك اتجوزتيه عشان بتحبيه، ولا عشان ساعتها كان وضعه المادي احسن من جدي الباشا؟ طب بذمتك ده موضوع ينفع نتكلم فيه دلوقتي بعد ما فات على جوازي من ابوك 27 سنه؟ انت بس اسمع كلامي، يوم الاثنين اتقرب من سهير بنت خالتك، خليها تتعلق بيك تتشدلك اكتر ما هي مشدوده. طب ايه رايك نخلي سيد هو يعمل المهمه دي؟ هو يعرف يلعب الدور ده احسن مني بكتير. بس للاسف هي معجبه بيك انت مش معجبه بسيد، وانا متاكده انها لو ضغطت على ابوها شويه يمكن يوافق يجوزها لحته مهندس، لكن عمره ما هيوافق يجوزها لواحد ما معهوش غير ثانويه عامه. ولا هيوافق يجوز ابنه لواحده بتحب الغنى وحلم حياتها تبقى مطربه. ولا انا كمان هرضى بكده. وعايزاك تفهم دليله انها لو عايزه تغني هتغني بعد ما اموت، لان واضح انها مش بتسمع الكلام ده لما بقوله لها. حاضر يا ماما، انا هروح مع حضرتك عند خالتي ولا خالتي يوم شم النسيم، وهقعد كمان مع سهير واتكلم معاها كتير، بس بشرط. ما حدش بيتشرط عليا. وانا مش هروح مع حضرتك غير لو دقيقه نمت في سريرها النهارده. البنت دي لو خرجت النهارده انا هضرب فيها لغايه ما اروح اقطع في ايديا. ايه اللي عمل كده في وشك؟ بنتك وفضايحها. يا صباحي اللي معاك اللي معاك الكرياني وصحان وصحان، يا صباح الخير يا اللي معاك. دليلة سالم الألفي إفراج. وحشتك. وحشتيني. وحشتك. أخيرا؟ تعالي يلا. هو أنت كمان بقيت بتشرب الشاي في كوباية؟ أصل تعديت من عمال المخازن، بس بصراحة طعمه كده أحلى. صباح الخير. صباح الورد. إيه؟ مفيش حد يعني بيقول لي كفارة يا دليلة. يا سيد ايه اللي عمل في خلقتك كده؟ هي ناقصه شلبطه؟ بقول لك ايه؟ خليكي في حالك، ما تكيش دعوه بيا، بدل ما رجعك من مطرح ما جيتي. ما تقدرش. ما حدش يقدر يرجعني مكان ما كنت غير ملكه البيت ده. هو ده هاني مأمين باشا النادي. انا مش هتكلم تاني في الموضوع ده، لانه اصلا مش مسموح انه يتكرر. هو ايه اللي مش مسموح انه يتكرر؟ نغني؟ ما اقدرش اوعد ماما حبيبتي بحاجه مش هتحصل. لا اسمعك بتغني ولا اسمع اني غنيتي، ولو الفضيحه اللي انت عملتيها دي اتكررت او حتى اتكرر نصها صدقيني يا دليله ساعتها مش هتقدري على العقاب. ربنا يقدرني ان شاء الله وهستحمل. ما تتحدنيش يا دليله. هو مش من اهم قواعد الطعام ان احنا ما نتكلمش واحنا بناكل؟ عشان كده الوالده باشا افرجت عني بدري طبعا تلحق تسمني وتعرفني عشان تحضرني لعزومه العيله المالكه. والحقيقه بقى شوفي لك كام فيلم الهند رستم وطرقتي كده منهم حركتين عشان تغري بيهم الواد ابن خالتك. انا عايز اعرف امك دي مخلوقه من ايه؟ طب والله اوقات بتصعب عليا. تصعب عليك؟ انا بابا اللي بيقطع قلبي ما بقاش عارف يعمل ايه عشان يرضيها. وهي بتقعد تحاسبه عشان هو مش من مستواها، كانه ضحك عليها من قبل ما يتجوزوا ما قالهاش هو مين واصله ايه. وقال يعني كانت هتبقى مبسوطه قوي لو كانت اتجوزت واحد لطخ زي طاهر جوز خالتك ده. لو سمحت ما تتريقش عليه، ده ولي نعمتي. كانت منين؟ هو يطول. هو انت ليه ما تديش نفسك فرصه مع سهير بنت خالتك؟ البنت جميله وذكيه وبتموت فيك يا هدى. عشان يا بنتي الحب مش بالفرص ولا ينفع يتخطط. وبعدين ينفع اكرر نفس مأساة بابا وماما من تاني؟
ما هي سهير دي وقت الجد هتبص لي نفس نظره ماما اللي بتبصها لبابا. دي لو ما كانتش ابشع، دي المعلقه الذهب ما اتشيتش من بقها من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي. تعرف انا هعمل ايه؟ في ايه؟ هفضل بقى ماما ان انا هروح معاها لحد ما تفصلي فستان جديد، واصحى ساعتها الصبح هعمل عيانه وحرارتي عاليه، ساعتها هتلاقي نفسها قدام امر واقع وتضطر تروح من غيري. يفضل بيت عليا، اروح جايبه زينب وام الخير وبنات العزبه اللي جنبينا كلهم، وهعمل احلى حفله شرمنسيه. صدقي وتأمني بالله، ساعات بحس ان عندها حق في كل اللي بتعمله فيكي، عشان بصراحه عندك معاها دوت يشل وينقط. طب انا عايزه اروح بس بشرط. اتفضلي شروطي. في مسابقه غنى معموله في انطونيادس، واللي هيكسب الجائزه الاولى هيغلو يغني في اذاعه اسكندريه، وانا عايزه اروح. نفسك تروحي قوي؟ هموت. انت الشر عنك. انا اصلا جاي من انطونيادس، حاجه استلف في المسابقه. لا انت احسن اخ في الدنيا، انت ازاي تحس بيا كده؟ فاضل بس نلاقي طريقه نزوغ بيها من عند خالتك ونروح بيها على الحفله. هنخلق طريقه ان شاء الله. البس طاقيه لخفه او اروح زحفه على بطني لحد هناك. تحب تسمعني بغني ايه بقى؟